شيء ودي بالسيف يلا قبل عيد كاس المسلا شيء ودي تعرف شيء ساعه ضرب العيد وي اخوان السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كما العاده الاخوان تواجدين بسوق 3 ازرو بتاريخ 18/10/2022 اللهم يسر اللهم بارك تحياتي لكم الاخوان نتمنى يعجبكم فلوق الله يسهل المهم الاخوان كما معودينكم ديما الجديد مع ضيعة الاخوة العمراني عندك تبارك الله الخروف مليح هذا اللهم بارك السلالة الأصيلة الإخوان الخروف ديال السلالة تيهبط هذاك راه فيها تهبط تبارك الله المهم الإخوان هذه مشات ب 1250 درهم باش مشات 1250 هذه كاملة ديال التهبط 1250 الخروفات مازال ما تباعش هاد النعجاس هذا حمو مازال ما تباعوش ماشي ديالك ها شي واحد اللي ربطو معنا واحد ماشي ديالك هادي خروفات الجزاريات اللي ديما الحمد لله خروفات الجزارية المهم الاخوان اللي حتى شي حاجه خلفان بحال هادو راه فيهم شي حاجه اللي عنده الغرض فيهم واحد القطيط هذاك تبارك الله كاين الزين في الاخر 1250 درهم باش تبيع 48 شحال باع الدينا شحال؟ 40 الله يسلمك 2000 درهم خطوفة كرة؟ خويا سامعين 40 2400 درهم باش خطوفة تادو ديال اخوي تبارك الله اللهم بارك الله حنا زيرو راه تيشري هاد الخرفان هو اللي يعطيه 2000 درهم قطعهم له 2400 درهم الخروفات ما عرفناش شحال عاطين الخروفات المهم الاخوان هنا كاين الزين تبارك الله اللهم سير اللهم بارك كاين الزين تبارك الله كاين شحال عطاو الخروفات شحال؟ الخروفات شحال عطاو؟ هاني ازير شحال عطاو الخروفات؟ 15 و200 760 درهم في الخروفات تبارك الله اللهم سير 760 درهم يعطى الخروفات نقربوا لي والاخوان تبارك الله عليكم تحياتي لكم من سوق 3 ازرو مازال ان شاء الله لا سخر الله كنا حاضرين في البيع ديال الخرفه نعطيكم باش مشات اللهم يسر المهم الاخوان كما قلنا اللي يحتاج اللي عنده الغرض بغا خرفان بحال هكايا اللي خرفان ديال شي حاجه مزيانه اي حاضر مرحبا تحياتي للجميع